بني الدفاع الحسني الجديدي بهزيمة هي الثانية على التوالي أمام فريق حسنية أكادير الذي ارتقى لوسط الترتيب بهذا الانتصار الرابع له في الموسم. انتصار جاء بهدف وحيد لأحمد الفاتحي قبل نهاية الشوط الأول بثمان دقائق. بالنسبة لنا مقابلة رد الاعتبار بعد سلسلة ديال النتائج السلبية وكونفيرمينا بها النتيجة ديال الفوز ديالنا على الوداد داخل الميدان. فاجأنا واحد الهدف حتى الدقائق اللي خارجة ما عرفناش نتعاملوا مع زمام المقابلة، كانت واحد تأثرنا كان هناك واحد التوعك ديال الصديق ديالنا، فكنظن أنها خسارة كتكون صعيبة شوية بأنك داخل الديار. بعض المحسوبين عن الجمهور الجديدي عبثوا بالممتلكات العامة تعبيرا عن سخطهم للنتائج السلبية التي يحصدها الفريق مؤخرا، في مشهد عجزت كل الأطراف الفاعلة في الحقل الرياضي عن إيجاد حل لاستئصاله.